رغم استمرار إجراءاتها الأمنية، أعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط اليوم خلال مؤتمر صحفي نجاح خططها الأمنية لزيارة أربعينية الإمام الحسين التي انتهت يوم أمس في كربلاء، لكن وجود الزائرين وكثافتهم في المدينة أدت لمواصلة الخطط الأمنية والخدمية التي ستستمر حتى إشعار آخر. نعلن أنه الخطة لله الحمد نجحت وبنجاح متميز لكونها زيارة غير مسبوقة وحشود مليونية وبأعداد غير مسبوقة، والحمد لله. قطاعاتنا اللي على الحدود الإدارية الكربلاء المقدسة ما عليها أي تغيير وربما تعزز، وعندنا إجراءات أخرى لأنه من تجاربنا لازم نستفيد. أكو أماكن يحتاج قطاعات، يحتاج كمان، يحتاج تحصينات، فما عندنا ولا نية أو بالخطة أنه تنسحب. قد تجري تغييرات على الحدود الإدارية محافظة كربلاء وبالذات باتجاه الغرب والشمال. هطول الأمطار على كربلاء منذ ليل البارحة لم يؤثر على بقاء الزائرين فيها رغم عدم كفاية الفنادق لهم، ما اضطر أغلبهم المكوث في العراء والمخيمات الصغيرة التي ملأت ساحات وحدائق المدينة. من البصرة صار اليوم 21 يوم أنا هنا قاعدة، من يهدون الدرب ما بيمشي. والله حتى لو تمطر نار هم ما حد يروح، نار من تمطر ما حد يعوف يروح. الحين بعد للحين في ازدحام، هو كان العاده بعد الأربعين مباشره يعني خلاص الازدحام يقل، فاللي صاير هالسنه انه بعده الازدحام. ولان الزائرين ما زالوا يتوافدون الى كربلاء لا سيما الاجانب منهم، بقي الكثير من اصحاب المواكب الخدميه في المدينه لتقديم الخدمات وبالذات الطعام والشراب رغم مغادره بعضهم. I came from the India. أنا أتيت من الهند ومعي الكثير من الناس. وصلنا متأخرين إلى كربلاء لكثرة أعداد الزائرين. لقد وجدنا الكثير من الجنسيات تأتي إلى هنا. الحمد لله رأينا خدمات هنا جدا جيد وناس طيبون وإن شاء الله نحبهم. نتأخر ما بعد زيارة بثلاثة أيام بعون الله تعالى ونقدم لهم الوجبات الشهية. أكبر وأضخم زيارة مليونية شهدها العراق، هكذا وصفها المعنيون. شارك بنقل وقائعها أكثر من 400 إعلامي من داخل وخارج العراق. أكثر من 400 صحفي من المكاتب العراقية، سواء كان فضائيات عراقية ووكالات ودولية وإضافة إلى العربية. رغم انتهاء الزيارة وارتفاع نسبة خروج الزائرين من كربلاء ومن جميع محاورها، إلا أن المدينة ما زالت تحتضن الملايين، ما اضطر السلطات المحلية والأجهزة الأمنية للاستمرار بإجراءاتها للأيام المقبلة. من كربلاء إيمان بلال، الحرة.